قضية الأطفال المختطفين والمعتقلين وضحايا تعذيب ميليشيا الحوثي في اليمن قضية حاضرة في أروقة مجلس حقوق الإنسان، حيث قامت منظمة الأقليات الأمريكية والتحالف اليمني لحقوق الإنسان باستعراض انتهاكات الحوثي وتعذيبهم للأطفال في المعتقلات والسجون اليمنية. الرسالة التي تضمنتها هذه الندوة هي بخصوص المعتقلين أو المختطفين الذين توفوا تحت التعذيب. هناك حالات متعددة خلال اليمن، والوضع الحقوقي في اليمن يزداد سوءا، خصوصا منذ نهاية ديسمبر من العام الماضي، خصوصا في محافظة صنعاء، بعد أن قامت جماعة الحوثي بانتهاكات واسعة ومتعددة خصوصا ضد الأفراد المنتمين للمؤتمر الشعبي العام. الندوة التي نظمها التحالف اليمني لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة الأقليات الأمريكية استعرضت تقريرا حول التجنيد القسري للأطفال في اليمن واستخدامهم في النزاعات المسلحة والأطفال الذين قتلوا تحت التعذيب في معتقلات الحوثي والانقلابيين. على هامش مجلس حقوق الإنسان الدورة 37، والذي استطعنا حتى الآن أن نقدم مداخلات وتعقيبات على المقررين الخواص في مجلس حقوق الإنسان، استطعنا من خلاله أن نعكس الوضع المأساوي والإنساني الذي تشهده اليمن. المنظمات الحقوقية الدولية ومنظمات المجتمع المدني طالبوا المقررين الخاصين وهيئات ومنظمات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بمحاسبة ومعاقبة مرتكبي جرائم الأطفال في اليمن، كما أكدوا على ضرورة محاسبة قادة الحوثي والانقلاب وطالبوا بعدم الإفلات من العقاب. قضية تجنيد الأطفال في اليمن قضية حاضرة في أروقة مجلس حقوق الإنسان، تلك القضية التي وضعها المجلس في أعلى أجندته في هذه الدورة. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، مجلس حقوق الإنسان، جنيف.